البلد سريلانكا، العاصمة كولومبو، اللغة الرسمية السنهالية والتاميلية، نظام الحكم جمهوري رئاسي، المساحة 65,610 كيلومترات مربعة، تعداد السكان 21,670,000 نسمة، العملة الروبية السريلانكية. سريلانكا هي دولة جزرية تقع في شمال المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية في جنوب آسيا. لسريلانكا حدود بحرية شمالاً مع الهند التي تبعد عنها حوالي 31 كيلومتراً. في سريلانكا لغتان رسميتان هما اللغة السنهالية واللغة التاميلية، وهما اللغتان للقوميتين الرئيسيتين اللتين تقطنان البلاد. احتك العرب بسريلانكا عبر التجارة منذ قديم الزمن، وكانوا يسمونها سرنديب، ثم أضحت الجزيرة تعرف باسم سيلان حتى تبنت البلاد اسما رسميا جديدا هو سريلانكا عام 72 و900 وألف. الطبيعة: يبلغ متوسط درجة الحرارة في المناطق الساحلية المنخفضة 27 درجة مئوية، وفي المناطق الجبلية 16 درجة مئوية، وهذا ما جعل مناخ البلاد ملائما لتعيش فيه أنواع كثيرة من الحيوانات البرية مثل الدببة والطيور والتماسيح والفيلة والقردة والثعابين. تغطي الغابات الاستوائية المطيرة معظم الأجزاء الجنوبية الغربية في سريلانكا، وسريلانكا بلد سياحي يشتهر بمزارع الشاي والشواطئ الجميلة، والشاي السيلاني من أفضل أنواع الشاي في العالم وأقربها إلى المذاق العربي. الآثار: في سريلانكا عدة مواقع ضمتها اليونسكو إلى قائمتها في التراث العالمي، ولعل أهمها مدينة أنورا دابورا القديمة التي تم بناؤها سنة 380 قبل الميلاد، وتعد من أهم المدن المقدسة لدى البوذيين. وأما سيجيريا فتقع في وسط شمال سريلانكا، وهي محطة توقف شعبية للسياح المهتمين بالآثار، وتشكل القلعة عامل الجذب الرئيسي في البلدة، إضافة إلى مختلف الحدائق والقصور التي بنيت في القرن الخامس الميلادي. وهناك أيضا البلدة القديمة في جالي وحصونها التي بنيت في القرن السادس عشر، ويوجد أيضا كهف دامبولا الذي يشكل مكانا لأكثر المعابد شهرة في سريلانكا. الثقافة: اغتنت الثقافة السريلانكية على مدى 25 قرناً بمجموعة من الروافد الحضارية الأخرى كالثقافة العربية الإسلامية وثقافات شبه الجزيرة الهندية، وصولاً إلى الثقافة الأوروبية بمكوناتها البرتغالية والهولندية والبريطانية. أفرز هذا الإرث الحضاري عراقة ثقافية تتجسد في مجالات الفنون كالعمارة، كما أن الأدب السريلانكي ورغم تنوع لغة كتابته بين السنهالية والتاملية، إلا أنه يظل أكثر غزارة بالنسبة للمكون السنهالي. للأدب السريلانكي تاريخ عريق يمتد إلى 20 قرناً، وعرفت الجزيرة إبداع نصوص كثيرة على مستوى الملاحم البوذية والأشعار والنثر الأدبي. الدين: تتوزع الديانات في سريلانكا بحسب الأعراق، إذ يدين معظم السنهاليين بالبوذية، بينما يعتنق معظم التاميليين الهندوسية، ويعتنق الماليزيون والمورو الإسلام، وهناك أقلية من السنهاليين والتاميليين يعتنقون المسيحية. وأما الوجود الشيعي في سريلانكا فحديث، إذ يرجع تشيع أول السريلانكيين إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويوجد اليوم ما يقارب 1000 شيعي في هذه البلاد الجميلة التي لا توجد فيها مشكلة مذهبية عميقة بين معتنقي المذاهب الإسلامية المختلفة.